يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا طقس حارة نهارا على القرى الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للحرارة الرطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة الرطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة غدا في معظم مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 36، الصغرى 27، الإسكندرية 35، 24، المطروح 38، 25، بورسعيد 32، 24، الإسماعيلية 35، 24 وجوها حار. بالنسبة للسويس 35، 24، العريش 32، 23، طابة 33، 26، شرم الشيخ 38، 28، الغردقة 38، 28 وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 40، 27، أسوان 41، 28، الوادي الجديد 40، 28، حلايب 35، 28، شلاتين 38، 27 وجوها حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.